السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نقطة ضوء. في 8 يونيو عام 1963 اجتمع 30 رجلا من خيرة رجالات الكويت وتباحثوا في ضرورة قيام كيان إسلامي ليسهم في الحفاظ على دين وأخلاق المجتمع الكويتي. اتفق الحضور على تأسيس جمعية جديدة باسم جمعية الإصلاح الاجتماعي. في نفس السنة تم إشهار هذه الجمعية من قبل الحكومة، حيث كانت أصلاً امتداداً لجمعية الإرشاد التي تأسست عام 52. منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ناصرت جمعية الإصلاح القضايا العادلة للشعوب الإسلامية، وساهمت في تقديم العون المادي للشعوب المنكوبة في أصقاع الأرض. اعتنت جمعية الإصلاح الاجتماعي بالدين والدعوة إليه وبث الأخلاق الفاضلة بين الأفراد لتحفظ لهذا المجتمع كيانه ومقوماته، كما رسخت الفكر الإسلامي المستنير القائم على كتاب الله الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت فكرة إقامة معرض الكتاب الإسلامي السنوي حتى يطلع الناس على العلوم الشرعية وغيرها من العلوم المفيدة. جمعية الإصلاح الاجتماعي ومنذ تأسيسها تعمل طبعا وفق الأسس والأطر القانونية والمالية الحاكمة في الدولة، سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. لجنة الرحمة العالمية التابعة للجمعية حصلت على جائزة المركز الأول في قائمة فوربس العالمية للمؤسسات الأكثر شفافية في العالم العربي العام الماضي. أيضا أنشأت جمعية الإصلاح الاجتماعي العديد من اللجان الفعالة، مثل لجان الزكاة ولجان العمل الاجتماعي واللجان التي تحتضن الشباب والفتيات بهدف إرشادهم إلى طريق الاستقامة وشغل أوقات فراغهم. كما أنشأت اللجنة لجنة بشائر الخير، وهي التي مثلت أقوى سلاح اجتماعي في الكويت لمواجهة إدمان الشباب على المخدرات وما ينتج عنه من تدمير للشباب، بالإضافة إلى لجان أخرى تتعلق بالتعريف بالإسلام. عام 2003 أدرج مجلس الأمن اسم لجنة الدعوة الإسلامية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي تحت قائمة العقوبات بسبب اتهامات وادعاءات باطلة للجنة بدعم أعمال إرهابية. نهاية الأسبوع الماضي أي بعد 10 سنوات رفعت الأمم المتحدة اسم لجنة الدعوة الإسلامية من قائمة العقوبات بعد أن تبين لها السجل الناصع البياض لهذه اللجنة، وأن الاتهامات كانت زائفة هدفها الرئيسي ضرب العمل الخيري الإسلامي. وهذه التبرئة تؤكد نزاهة الأنشطة الخيرية الإسلامية التي تقوم بها جمعية الإصلاح وجمعيات النفع العام الكويتية. معي في الاستوديو الأمين المساعد لشؤون القطاعات في الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي السيد فهد الشامري، ليطلعنا على الجهود المبذولة لرفع الحظر والاتهامات الباطلة التي وجهت للجنة ودور اللجنة في أعمال الخير وأنشطتها خارجيا. أبو عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، حياك الله أبو عبد الله. أبو عبد الله، قبل نبي نبارك لكم أول شيء برفع الحظر عن الجمعية ونقول لكم مبروك هذا الحدث. الله يبارك فيك. قبل لا نبدأ في الموضوع نبي نطلع تقرير ونرجع مرة ثانية لك. أعزائي المشاهدين، تقرير ونعود لكم. صلاح الفرد والأسرة في بناء المجتمع في إطار العقيدة والقيم الإسلامية بما يحقق نماءه واستقراره والمحافظة على هويته والقيام بدوره تجاه الأمة العربية والإسلامية من خلال الوسائل المتنوعة للدعوة إلى الله التي تستهدف كافة فئات المجتمع بانتهاج الحكمة والموعظة الحسنة. جمعية الإصلاح الاجتماعي المؤسسة الأهلية الرائدة في نشر الدعوة والعمل الخيري وتمثيل التوجه الإسلامي الرشيد للمساهمة في تنمية المجتمع وعلاج المجتمع وعلاج مشكلاته في إطار الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال التواصل المجتمعي وتأهيل المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية. في يوم السبت 16 من محرم الحرام 1383 هجرية الموافق 8 من يونيو 1963 ميلادية في ديوان الحاج فهد الحمد الخالد، تباحث عدد من رجالات الكويت لضرورة قيام كيان إسلامي في هذا البلد الطيب ليسهم في الحفاظ على دين وأخلاق المجتمع، واتفق الحضور على تأسيس جمعية جديدة باسم جمعية الإصلاح الاجتماعي.
وتم إشهار جمعية الإصلاح الاجتماعي بتاريخ 22/7/1963 ميلادية، وسجلت جمعية الإصلاح الاجتماعي في سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتشمل جمعية الإصلاح على عدة أمانات ولجان وقطاعات، ومنها الأمانة العامة للعمل الخيري، الأمانة العامة للجان الزكاة، قطاع النشء الإسلامي، الأمانة العامة للجان العمل النسائي. وقد حصلت جمعية الإصلاح الاجتماعي على عدة جوائز موثقا الجانب المشرق من أعمالها، ومن أبرز الجوائز حصلت عليها جائزة المؤسسة الرائدة في العمل الاجتماعي من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، جائزة الجمعية الخيرية الأكثر شفافية من مؤسسة فوربس، تكريم الجمعية في الصين ضمن أفضل 5 مؤسسات تقوم بأعمال نافعة. طالبت جمعية الإصلاح الاجتماعي في تاريخها بعدة مطالب تنبع من روح الإسلام والامتثال لأوامره، ومن المطالب التي تحققت بفضل من الله منع الخمر في دولة الكويت، وإنشاء كلية للشريعة الإسلامية، وإنشاء بيت الزكاة، وإنشاء مصرف إسلامي. وقد صدر قانونا للمصارف الإسلامية وفتح أكثر من مصرف إسلامي. كذلك طالبت بمنع الاختلاط بالجامعة، وقد صدر قانون بذلك عام 2006. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. أبو عبد الله، نبي نبدأ معك ونبيك تحدثنا عن لجنة الدعوة الإسلامية وتاريخ تأسيسها منذ البداية قبل أن ندخل في موضوع الاتهامات. في البداية نمسي عليك، حياك الأخوة المشاهدين جميعا، ونشكر فضائية اليوم حقيقة، ويعني السباقة دائما في دعم العمل الخيري في هالاستضافة، للبيان للأخوة المشاهدين جميعا والمستمعين هذه اللجنة أنشطتها، أعمالها، الظلم الذي وقع عليها، الشهادة التي نعتز بها، ونفتخر ونهنئ الشعب الكويتي جميعا بهذا الإنجاز في تبرئة ساحة العمل الخيري الكويتي من الاتهامات الباطلة. طبعا لو حبينا نعطي للمشاهدين ومشاهدات نبذة تاريخية مختصرة عن لجنة الدعوة الإسلامية، تأسيسها، القائمين عليها، أسباب إنشائها في ذاك الوقت. الحقيقة لما كان الاجتياح الروسي لأفغانستان في نهايات السبعينيات 79-80، أدى هذا الاجتياح إلى نكبة اجتماعية إنسانية كبيرة جدا، صار هناك نزوح بالملايين، وصل 7 ملايين نازح إلى باكستان، وباكستان كبلد محدود المقدرات والإمكانيات وفقير حقيقة يعني يعتبر، فكانت هناك مشكلة ومأساة إنسانية كبيرة. تصور 7 ملايين إلى 5 ملايين يحتاجون لكل أنواع الخدمات، كما كان الشعب الكويتي دائما سباق لأعمال خيرية وحبه الكبير لأن يكون له مساهمات في تخفيف المعاناة، بادر في ذلك الوقت رجالات الكويت وكان على رأسهم الشيخ جاسم أهل ياسين وأحمد القطان. فبعد استطلاع وزيارة لباكستان ومعرفة الاحتياجات، تم حقيقة هناك يعني قرار لإنشاء اللجنة الدعوة الإسلامية. هالكلام كان في 83-84، فتم إنشاء اللجنة، وتعاقب عليها بعد ذلك يعني رؤساء للجنة، منهم ماجد الرفاعي، المهندس ماجد الرفاعي، وأخيرا كان الشيخ عبد اللطيف الهاجري رحمه الله، الله يرحمه. طبعا كانت الحاجة الشديدة لكل أنواع الخدمات تحتاجها الشعب الأفغاني والمتواجع على الأرض الباكستانية، كان يحتاج إلى الخدمات التعليمية، خدمات صحية، خدمات اجتماعية، الطبية طبعا والإغاثية. قامت اللجنة بفضل الله تبارك وتعالى وبجهود مخلصة وبدعم مشهود له حقيقة على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي، كانت هناك حقيقة إنجازات كبيرة جدا لهذه اللجنة داخل باكستان. وبعد اندحار يعني الاتحاد السوفيتي وخروجه من أفغانستان، انتقلت كذلك الأعمال إلى داخل أفغانستان، فتم إنشاء كذلك مجموعة
من المشاريع الطبية والتعليمية وغيرها. نعم. هذا باختصار بالنسبة للجنة الدعوة الإسلامية. حقيقة الاتهامات، متى بدأت هذه الاتهامات؟ طبعا ظلت اللجنة تعمل في باكستان وبشفافية كاملة وتحت وسمع البصر للحكومة الباكستانية. في سنة 2003 في بدايتها، يعني بعد أحداث سبتمبر. طبعا يعني يمكن الناس يعني عرفت أكثر أن بعد سبتمبر كان هناك استهداف للمؤسسات الإسلامية ومحاولة لحصر أو محاصرة العمل الإسلامي، فكان للأسف يعني نصيب من هذا الاستهداف الظالم الجائر للجنة الدعوة الإسلامية. فتفاجأنا في ذاك الوقت أن هناك لائحة من الاتهامات والادعاءات تقدمت بها مؤسسة على ما سمعنا ذاك الوقت فرنسية إلى الأمم المتحدة، وتطلب منهم إدراج لجنة الدعوة الإسلامية على قائمة الإرهاب أو الداعمين للإرهاب. وللأسف يعني كان هناك استجابة سريعة للأمم المتحدة لهذا الادعاء، وتم حظر نشاط اللجنة وتجميد نشاطها وكل حساباتها. طبعا يعني الإنسان يستغرب أن يكون يعني الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يفترض أن ما تعطل الأعمال حتى يتم يعني يتم وجود دليل معين مادي ملموس ويتم وقف الأنشطة. طبعا يعني هم وقف الأنشطة قبل يتكلم. أبدا، مباشرة لما وصل الادعاء إلى المتحدة تم التصويت عليه، وبالتالي تم الإجراء وقف النشاط وتجميد الأرصدة. وفي هذه الحالة طبعا احنا جمدنا كل أنشطتنا في باكستان. أعمالكم كلها جمدتوها؟ كلها تم تجميدها، وطبعا بدون مثل ما ذكرت لك أن يكون هناك أي فتح مجال للتحقيق والتحقق من هذه الادعاءات. احنا من طرفنا تم هناك مقابلة للسفير الفرنسي في ذاك الوقت في الكويت، وطلبنا منه أن يعطينا ولو دليل واحد، كانت عبارة عن 11 ادعاء، طلبنا تقديم دليل واحد على ما تقديمه يعني لهذه الادعاءات والاتهامات، ما قدم. وفضل الله تبارك وتعالى من ذاك الوقت إلى قبل يومين أو ثلاثة أيام اللي هو رفع الحظر لم يتم تقديم دليل واحد خلال 10 سنوات من البحث والتحقق، ولا دليل واحد على أي اتهام من الاتهامات. شنو الادعاءات اللي دعتها المؤسسة؟ الادعاءات يعني كانت أغلبها ادعاءات باطلة حول اتصالات ما بين لجنة الدعوة الإسلامية وما بين طالبان وما بين القاعدة ودعم الإرهاب ودعم يعني المؤسسات أو الأفراد أو الجماعات الإرهابية في باكستان. وطبعا احنا طلبنا منهم إعطانا أي دليل على هذه الاتهامات، ما تم، وتم فضل الله عز وجل تفنيدها جميعا. وبالأخير تم طبعا لما صار الاتهام تم إنشاء لجنة لتقديم مظالم أي مؤسسة أي فرد تم إدراجه على لائحة العقوبات يحق له تقديم هذه المظلمة. لما أنشئت هذه المظلمة احنا تقدمنا لهذه المظلمة. وذكرت أي سنة تقريبا؟ في 2005. في 2005 تقريبا 2005 افتحوا المجال، في ذاك الوقت احنا بدينا وصارت هناك مراسلات كبيرة. في هذا الوقت لا يسعني حقيقة إلا أن أشكر وزارة الخارجية متمثلة في الوزير محمد الصباح في ذاك الوقت، واستمر الدكتور الشيخ محمد نعم الصباح نعم دكتور، والقائمين وكيل وزارة والقائمين على في الوزارة جهودهم متواصلة حقيقة في رفع هذه المظلمة عنا، لأن حقيقة عبارة عن دفاع عن الكويت قبل أن يكون دفاع عن اللجنة، فكان هناك جهود مخلصة ويعني مستمرة لهذا الأمر. العام الماضي رئيسة المظالم اللي هي كامبري بريست اسمها طلبت أن تزور الكويت وتلتقي مع المسؤولين على لجنة الدعوة الإسلامية، وإحنا حقيقة رحبنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، وفعلا زارتنا في يناير الماضي الأخت كامبري وهي قاضية كندية، وكان لقاء تتويج للجملة من الإجراءات المتبادلة والرسائل المتبادلة
ما بين استفسارات ومطلوبات كثيرة تم توفيرها لها معلومات وموثقة، كل معلومات كانت موثقة، لكن حبت تزور وتستفسر مزيد من الاستفسارات والأسئلة حول هذا الموضوع، والحمد لله كان يعني الإجابات كانت صريحة وشفافة، ولأن حقيقة إحنا كنا مطمئنين تماما إلى سلامة موقف اللجنة والقائمين عليها، ونعرف أن ما تم هو عبارة عن مجرد تضييق على العمل الإسلامي هناك أو العمل الخيري الكويتي، وكنا مطمئنين أنه يعني راح يرفع هذا الأمر لأنه لا يوجد أي دليل على هذا الأمر. قدمت الأخت كيمبرلي بريست تقريرها، وكان تقريرها إيجابي أن لجنة الدعوة الإسلامية هي بريئة من كل الاتهامات اللي أوردتها المؤسسة الفرنسية كلها. هذا في أي العام الماضي؟ العام الماضي حقيقة رفع تقريرها قبل حوالي أسبوع. يعني الرد كان سريع، يعني أن القرار صدر على طول بفضل الله مباشرة، يعني رفع التقرير إلى اللجنة وتم اعتماده، وبالتالي رفع الحظر عن نشاط اللجنة وعن تجميد أرصدتها. هذا يعني باختصار. هو ليش استغرقت كل هذا الوقت؟ نتكلم عن 10 سنوات. طبعا الإجراءات حقيقة طويلة يعني في الأمم المتحدة بالنسبة للتحقق، لأنها تحتاج ترجع إلى نقاط كثيرة وإلى يعني مؤسسات وأفراد داخل باكستان وخارج باكستان في أن هذه الادعاءات صحيحة أو غير صحيحة. بس علشان نوه، اللجنة كانت مختصة بس في أفغانستان وباكستان، ولا كان لها أدوار أخرى في دول أخرى؟ كانت في باكستان وأفغانستان. تغطي هذه المنطقة؟ نعم فقط. نعم. فالحمد لله يعني كان موقف سليم جدا، وحنا ما كنا ننتظره، لأن مثل ما أقول لا تبوق لا تخاف، يعني أمورنا كانت طبعا جدا يعني في شفافية كاملة وتحت بصر الحكومة الباكستانية والحكومة الكويتية. زين، أبي دور الحكومة الكويتية في هذا الأمر، هل كان من البداية دور الحكومة فعال معاكم، ولا يعني جاء تحت ضغوط معينة؟ أبدا يعني حقيقة يعني مثل ما ذكرت في البداية أن كانت الجهود وزارة الخارجية في رفع هذه المظلمة وتبرئة ساحة لجنة الدعوة الإسلامية مبادرة واستجابة كاملة من كل مسؤولين حقيقة، يعني من الوزير إلى يعني الوكيل وباقي المسؤولين، فبالإضافة طبعا إلى ممثلينا في الأمم المتحدة، محمد العتيبي كان له دور كبير حقيقة في هذا الأمر، ومتابعات لهذا الملف، يعني حقيقة الملف ما ترك، يحتاج إلى متابعة طبعا، فكان جهودهم واضحة جدا في متابعة هذا الملف في والرد. طبعا احنا يعني ردودنا كلها عن طريق وزارة الخارجية طبعا، جهة رسمية متحدة. اي نعم، فكان حقيقة يشكرون جدا على موقفهم الذي تتوج بفضل الله عز وجل إلى رفع هذا الاسم عن قائمة العقوبات، وهذا طبعا مثل ما ذكرت لك يعني شهادة لكل العاملين في المجال الخيري في الكويت، يعني ليس جمعية الإصلاح الاجتماعي فقط، لكن كل العاملين حقيقة هم يستفيدون طبعا، ويأكدون سلامة موقفهم في العمل، وأن أي دعاءات سابقة واتهامات باطلة تثار وشبهات حول العمل الخيري الكويتي يرد عليها حقيقة بهذه التبرئة اللي من أعلى سلطة متحدة، وهذه ما يعني للعلم أخوي أبو عبد الله ما تجامل أحد طبعا، ما تجامل أحد في هذا الباب، إذا تحققت من سلامة الموقف هي تتخذ قرارها. هو في الحقيقة تتحدث عن يعني منظمة عالمية، هي أعلى منظمة في الأمم المتحدة، وتعتبر شرطي العالم كله برأت ساحة جمعية الإصلاح وهذه اللجنة، ويخرج لنا أشخاص أو بعض أشخاص موجودين يطالبون بإغلاق هذه الجمعية ويطالبون بإغلاق اللجان الخيرية. يعني أنا لدي علم أن بعضهم معاي يناصر الرذيلة، وبعضهم يدعو لفتح الكازينوهات في الكويت، وبعضهم يدعو لإباحة الخمور في الكويت. فبإذن الله الشعب الكويتي لن يستمع لهذه الأصوات النشاز. أبو عبد الله، أبي أعرف من تاريخ تجميدها إلى اليوم
أكيد كانت لكم مشاريع كبيرة قائمة في باكستان وأفغانستان. نعم. نبي نعرف هالمشاريع هذه، وأنا عندي بعض الصور بحاول أستعرضها معك. جيد. طبعا لو 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 قلت أن لجنة الدعوة الإسلامية جمعية الإصلاح الاجتماعي تعتبر من أكبر المنظمات التي عملت في باكستان وأفغانستان، ما أكون حقيقة أنا يعني مبالغ. لم يوجد حقيقة منظمة غربية أو عربية أو خليجية كانت تملك من المشاريع المتنوعة وتوزيعها الجغرافي بحجم ما كانت تملكها لجنة الدعوة الإسلامية هناك. فكانت حقيقة يعني غطت كثير من الاحتياجات الأساسية، مشاريع عملاقة، مشاريع كبيرة عملاقة. احنا قاعد نشوف الحين الشباب إذا الصورة يعني هذا هذه الصورة طبعا يعني يمكن قبلها نشوف افتتاح لمجمع الأيتام في بشاور، افتتح في سنة 94 اللي هو افتتحه منه رئيس الحكومة الباكستانية ذاك الوقت، رئيس الحكومة الباكستانية موجودة صورته، هاي طبعا صورة الطلاب اللي موجودين. طبعا في صورة لرئيس الوزراء الباكستاني موجود، نعم. راح نشوفها الحين على الهواء بس بعد ما نغير الصور. هذه طبعا هذه مدارس اعتقد، نفس المجمع الايتام، وهذا مجمع ايتام، مجمع الايتام، وهذه الفصول الدراسيه، بعض الفصول الدراسيه الموجوده، بعض الفصول الدراسيه في مجمع الايتام. نعم. ايضا هذه 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 كلها صور داخل معمل المختبر، هذا معمل المختبر. نعم. هذه اجهزه حاسب الي، يعني باي سنه هذا نتكلم عن اي سنه؟ هذا 94 95 الله يعطيكم العافيه. 94 95 موفرين لهم اجهزه كمبيوتر. نعم. احنا الحكومه هني ما وفرت لنا اجهزه كمبيوتر 95. لا الحمد لله يعني جزاكم الله خير. ايضا هذه صوره اخرى، انا راح نسلسل بالصور. هذه 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 مدرسه ايتام، كم فيها العدد؟ فيها 500 يتيم. 500 يتيم. نعم. متكفلة اللجنة بإيواءهم بمصاريفهم، طبعا الإيواء وكل الرعاية الشاملة، الأكل واللبس والرعاية التربوية والرعاية الطبية والرعاية النفسية للطالب. من يدخل المدرسة؟ يدخل عندنا يعني كل خدمات هذه ياخذها، وهو طبعا أيتام، كلهم أيتام. طبعا احنا حقيقة يعني لو نتحدث عن إنجازات لجنة الدعوة الإسلامية في باكستان وأفغانستان منذ إنشائها إلى حين يعني جاء الحظر، هذه مساعدات، هذه مساعدات ضمن الأنشطة التي كانت تقدمها لجنة الدعوة الإسلامية، هي الإغاثات. الإغاثات هذه تأتي في أوقات الكوارث، في الكوارث ومستمرة، لأنهم لاجئين، خمسة مليون لاجئ هناك، خمسة مليون لاجئ. فبالتالي كانت الإغاثات تأتي يعني تباعا، يعني بالسنه نسوي اكثر من 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 يعني برنامج اغاثه. طبعا كان هناك او كانت تشرف لجنه الدعوه الاسلاميه، هذه اغاثه المهاجرين الافغان تبرع بيت الزكاه الكويتي. نعم. بالتعاون مع لجنه الدعوه الاسلاميه، يعني انتم بيت الزكاه اللي يمثل الحكومه الكويتيه. نعم. متعاونين وياه وتحت غطاء الحكومه الكويتيه. بالضبط. وتحت غطاء الحكومه الباكستانيه. بالضبط. في باكستان تقدمون هذه الدعوة. هذه الصوره، هذه صورة لافتتاح مدرسة النور في 2001، في مايو 2001، شهر 5 2001. كنا في منطقة كشمير المحررة اللي مظفر أباد، فكان عندنا مدرستين من تبرع المرحومة سارة غنيم المرزوق، الله يرحمها، المرزوق. فكان افتتاح، نشوف الصورة، سفيرنا العوضي في باكستان السابق والحج يوسف الحجي، يوسف الحجي، نعم، يعقوب، والشيخ القطان، وهذا كان رئيس الوزراء في 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 كشمير، رئيس الوزراء في كشمير. نعم. زين. هذه الصورة خذيناها اعتقد. هذا مخبز من ضمن البرامج والأنشطة. عندنا مخابز هناك، عندنا عدة مخابز في 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 باكستان وأفغانستان، طبعا مخابز مجانية، مخابز مجانية، ما تبيع الخبز، ما نبيع الخبز، لا، ولا تقدم دعم معين له ابدا. لا، احنا ندعي يعني المخبز مخبزنا، العاملين فيه احنا نشتري الطحين، وتعطونهم راتبهم والوقود، والعمال الموجودين عاملين، عاده يكون عاملين، واحد يخبز يعني واحد يعجن،
وهذا كله بدعم أهل الكويت. يعني كل عندنا مجموعة عوائل كويتية، كل عائلة عندها مخبزها، فيقدم 3 وجبات يومية للمهاجرين. جزاكم الله خير. عائلات كويتية تقوم تدفع عن طريقكم كافلة المخابز. يكلفنا المخبز حوالي تقريبا 10,000 دينار كويتي بالسنة، 10,000 دينار كويتي بالسنة. يقدم 3 وجبات يومية، أكثر من 1,000 خبزة ما شاء الله. اليوم هذا المعهد الحرفي تابع لهذا، نعم، مجمع الرحمة في باكستان. أيضا الدربون الشباب عندنا في المجمع، عندنا 5 ورش ندرب فيها الشباب على الماكينة الكهرباء والنجارة والخياطة واللي هو تصليح السيارات وإصلاح المعدات. معهد قائم بذاته تحت نظر الحكومة طبعاً. الناس تطلع وتدش فيه طبعا. نعم يعني هذا بيان إنجازات لجنة الدعوة الإسلامية من التأسيس وحتى عام 2003 اللي هو عام اللي هو الوقف. لو شفنا في هذا الأخوي أبو عبد الله، هناك 3 كليات عليا موجودة، كنا ندير كليات عليا، نتكلم بعد الثانوية العامة. بعد الثانوية العامة ما شاء الله. وكنا ندير وندعم 68 مدرسة. 68 مدرسة. أبو عبد الله، لما أقول 3 معاهد أتكلم عن 3 معاهد، نتكلم عن أعضاء الهيئة التدريسية، الأجهزة، تجهيزاتها كاملة. كل من ألف إلى ياها. يعني تتكفلون بالرواتب، بالتعليم، بالضبط، برعاية الطلبة اللي موجودين فيها. بالضبط، نعم. فلذلك إحنا راح نعرف بعد ذلك حجم الظلم والمأساة التي وقعت على بسبب هذا الحظر. عندنا 68 مدرسة. 68 مدرسة. إيه نعم. منتشرة على منطقة كبيرة. باكستان وأفغانستان. باكستان وأفغانستان. نعم. ما في مناطق معينة مثلا جغرافية معينة، جنوب أو شرق؟ لا يعني في باكستان عند اللاجئين، كلها عند اللاجئين، وفي أفغانستان موزعة في الولايات كلها تقريبا. تمام. كان عندنا 68 مدرسة. 68 مدرسة ينتظم فيها أكثر من 23,000 طالب وطالبة. كم؟ 23,000. ما شاء الله. ودراسة مجانية، وإحنا نكفل مدرسين في الميزانية التشغيلية لهذه المدارس لجنة الدعوة الإسلامية هي القائمة عليها. هذا كله من خير أهل الكويت. أهل الكويت. جزاهم الله خير. مراكز ثقافية إسلامية أكثر من 28 مركز ثقافي. مركز ثقافي إسلامي. إسلامي. مجهز بالكامل. بالضبط، عبارة عن مسجد وفصول تعليمية لشرائح المجتمع كلها، يعني النساء والرجال والأطفال يعني يستفيدون من هذه المركز في دورات تدريبية وتأهيلية وتثقيفية. نعم. بالإضافة إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم، 129 مركز. ما شاء الله. 129 مركز لتحفيظ القرآن الكريم، خرج أكثر من 4,000 حافظ. 4,000 حافظ القرآن الكريم. ما شاء الله. طبعا بالنسبة لباقي الأنشطة، احنا بنينا أكثر من 1,000 مسجد في باكستان. 1,109 مساجد. يعني باقي واحد بس يكمل. يصير 1,110. حفرنا 4,000 بير، ما بين بير سطحي لبير ارتواز في كل. والبير طبعا مهم جدا. طبعا الآبار مهمة ارتوازية. نتكلم عن 4,100 بير تقريبا. طبعا كان عندنا مثل ما شفت مخابز، حوالي 7 مخابز اللي شفنا قبل قليل. 7 مخابز مجمع خيري متكامل. نعم متكامل. معاهد حرفية، 6 معاهد. الجانب الطبي كان حقيقة خذ جانب يعني من نشاط اللجنة، لأن لما كانوا أثناء الحرب يأتون الجرحى بكثرة من داخل أفغانستان علشان يتعالجون في بشاور، فأنشأنا هناك 7 مستشفيات داخل باكستان وداخل أفغانستان بعد اندحار السوفييت. هذه المستشفيات تقدم كل أنواع الخدمات الطبية. طبية نعم، يعني عمليات كبرى، عمليات صغرى، الرعاية الأولية. وهذه المستشفيات كلها مكلفة حقيقة كميزان تشغيلية. كانت الكويت وأهل الكويت وأهل الخير يدعمون هذه الميزانيات، بالإضافة إلى أكثر من 80 عيادة طبية و6 مستوصفات تقدم رعاية أولية. تتكفلون أبو عبد الله أيضا برواتب الأطباء، تتكفلون بالتجهيزات الطبية، تتكفلون بكل شيء. كان عندنا أخوي أبو عبد الله أكثر من 1,100 موظف. 1,100 موظف موزع. تدفع رواتبهم شهرية كاملة، شهرية ما تتأخر يوم من الأيام.
هذه الرواتب أنا متأكد أن كل موظف خاصة إذا كان أفغاني هو يعين 3-4 أسر. يعني احنا متأكدين أن كل موظف أفغاني عنده أكثر من أسرة يعيلها. يعني نتكلم عن آلاف 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 الأسر. آلاف الأسر. نعم. عندنا طبعاً عيادات طبية، معهد إسعاف، مستودع أدوية، كفلتوا 36,250 يتيم. طبعاً الحرب خلفت آلاف اليتامى. الأيتام. آلاف الأيتام. فبالتالي كانت من ضمن أنشطة اللجنة الأساسية والرئيسية هي كفالة الأيتام. فكان عندنا مثل ما ذكر الآن 36,000 يتيم ويتيمة في داخل أفغانستان وداخل باكستان، منهم في بعض الدور اللي نديرها والبعض الآخر طبعا بين أسرهم. زين، كفلتوا أيضا 23,000 طالب و501 سنة. نعم. تكفلونهم من بداية دراستهم وحتى من الابتدائي إلى الثانوي. نعم. وهناك تقريبا حوالي 230 طالب جامعي ودراسات عليا نكفلهم. ما شاء الله. يعني ما بعد الجامعة. ما بعد الجامعة. كفالة أيضا العدد كبير جدا اللي هو المستفيدين من المشاريع الموسمية. طبعا هذه أنا ما أحب أتكلم عنها لأن المشاريع الموسمية هي دائمة. يعني موسم رمضان في إفطار، في الأضاحي، في وقت في العيد هناك الأضاحي، وهناك عندنا مثلا نسميها المشاريع التنموية. يعني نجي حق يعني العوائل بدال ما نعطيها فلوس نعطيها حرفة ومهنة، خياطة أو قارب صيد وغيره. أبو عبد الله، أنا أتكلم الحين عن يعني عدد كبير من المشاريع القائمة، عدد كبير من المشاريع الضخمة لتقديم المساعدات باسم الكويت بالنهاية هي وباسم أهل الكويت. ماذا حصل لهذه المشاريع بعد توقفكم في 2003؟ الحقيقة كان ظلم كبير وقع على اللجنة بسبب هذا الإجراء الجائر حقيقة والظالم. عليك تتصور أنت هذا الخير كله بجرة قلم يقف. أوقفوا وألغوا. يعني متكلم أنت عن خدمات تعليمية مهمة. يعني أنا متأكد أنا أن الطالب هذا اللي لما يطلع من المدرسة عندي ما راح يكون مكان، الذي يتردد على العيادات والمستشفيات ما نأخذ منه شيء، نأخذ منه شيء زهيد. يعني في الكشف الواحد نأخذ عن تقريبا ربع دينار، بما يعادل ربع دينار أو أقل من ربع دينار في الكشف، وهذا ما يتيسر اللي عند اللجان الخيرية. فعدا ما وقع من يعني من غياب لهذه المدارس وما تقدمه من خدمات تعليمية وخدمات تربوية، هذا كله توقف. الأيتام 36,000 يتيم توقف. توقفت كلياً. إحنا عندنا خبر إن كفالة اليتيم تستفيد منها الأسرة، لأن مقدم حنا لليتيم 10 دنانير، ما الأم ما تأخذ تصرف على الصغير، هذا اليتيم تصرف على الأسرة. فكان كفالة اليتيم تستفيد منها الأسرة كلها، هذا كله توقف. بالإضافة طبعاً إلى المخابز اللي كان يأخذون خبز ببلاش. زين، دور الحكومة الباكستانية في هذا الأمر، ردت فعل الحكومة الباكستانية أيضا هي مستفيدة من هذا الأمر؟ طبعا مستفيدة، أنكم تخففون الأعباء عليها. بالضبط، الحكومة الباكستانية رفضت كل هذه الاتهامات وخاطبتهم وقالت إذا تريدون أي معلومة عن لجنة الدعوة الإسلامية اسألونا نحن. طبعا للعلم أن باكستان تعتبر يعني بلد مخابراتي بالدرجة الأولى، وإحنا على يقين أن كل أنشطتنا مزروع فيها الأمن، وإحنا مستانسين ونعرفهم. ما عندكم شيء؟ أبدا ما عندنا نخاف منه. ما في شيء تخافون منه؟ مكشوف كل شيء. فإحنا 20 سنة، مو يعني لما توقفت كان عمرها 20 سنة، من 84 إلى 2003 هذه حوالي 20 سنة. 20 سنة الحكومة الباكستانية ما تعرف لجنة الدعوة الإسلامية إيش تسوي، أي إذا كان عندها ارتباطات بالإرهاب أو الدعم. فقالت الحقيقة الحكومة الباكستانية لا تتأثرون بهذا الكلام واستمروا في عملكم وفي نشاطكم وفي دعمكم وفي إدارتكم لهذه المشاريع. لكن طبعا احنا ما نستطيع، لأن إذا تم تجميد الحسابات واحنا نعمل بشفافية كاملة وتحت بصر الحكومة وتحويلات
رسمية وملتزمون أيضا بتعليمات الحكومة الكويتية بالضبط. وزارة الشؤون فما نستطيع، فكانت خسارة كبيرة جدا يعني للعمل هناك. وكان تعرف الحكومة يعني أنت تصور هذه كل مشاريع اللي كانت ترد عليها الأفغان الآن هذه غير موجودة، وين راح يروحون؟ راح ستكدس، وهذا الضياع يؤدي حقيقة إلى مشاكل أمنية. لما الطالب يلقى نفسه ما عنده، ولما ما واحد يترك شغله يقعد بدون شغل وعنده عائلة، فيتجه الأمور غير مشروعة. كان أول يجي له راتب يصرف منه ويعيشه ويستر عليه، بعدين في لحظة من اللحظات قال أنت ماكو شيء، يلا 1000 موظف على السلامة. يعني نتكلم عن آلاف العائلات. آلاف العائلات متأكدين من هذا الأمر. فطبعا هذا يعتبر يعني خطب جلل ومصيبة كبيرة على الحكومة الباكستانية، لكن ما نقدر. زين أبو عبد الله، بنطلع فاصل وبنرجع مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم لمواصلة الحوار مع الأمين العام المساعد في لجنة الرحمة العالمية السيد فهد الشامري. انتظرونا.